السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناة جوري لتعليم الكروشيه. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شنطة شكلها حلو جدا. هستخدم فيها خيط ايطان، الخيط ده حلو جدا جدا، خفيف، يعني البكرة اقل من، يعني هو اخف من خيط السلسلة كتير، ونفس السمك تقريبا، ونفس الفينش بتاع الشغل، بس هو مثل ان هو اخف من خيط السلسلة. هستخدم مع الخيط ده ابرة 3.5 عشان عايزة الغرزة تكون ضيقة. لو عايز تستخدمي 4، 4.5، 5 ينفع. يلا نبدأ على طريقة العمل، بس قبل ما نبتدي ياريت لو اول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبيلي كومنت تقوليلي رأيك ايه في الشنطة وبتشاهديني من اي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. هنبدأ اول حاجة نعمل عقدة بداية، وهشتغل 26 سلسلة. دول كده 26 سلسلة. هعمل كمان سلسلة ارتفاع، وفي ظهر الشغل في الظهر كده فيه نص دايرة هشتغل فيها غرزة حشو. هدخل هنا كده نص دايرة هنا، ولما تلف الابرة هتلاقي حلقتين على الابرة. هشتغل اول غرزة غرزة حشو والتانية حشو لحد ما اكمل السطر كله 26 غرزة حشو. اشتغلت 26 غرزة حشو، هرتفع سلسلة وهلف الشغل، واول غرزة بتقابلني هشتغل تحت الحلقتين غرزة حشو، واللي بعديها تحت الحلقتين غرزة حشو، وتالت غرزة هنشتغلها غرزة فشارة. هناخد لفة وندخل تحت الحلقتين، ناخد لفة ونخرج، معانا 3 حلقات على الابرة. هاخد لفة وادخل نفس المكان، اخد لفة واخرج، معايا 5 حلقات على الابرة. هاخد لفة وادخل في نفس المكان واخرج، معايا 7 حلقات على الابرة. هاخد لفة واخرج من ال7 حلقات كلهم، وهشتغل 3 حشو. اول غرزة حشو، اللي بعديها حشو، التالتة كمان حشو، وبعد كده هكرر بعد التلاتة دي بكرر تاني غرزة الفشار. هاخد لفة وادخل، واشتغل 3 حشو. بالشكل ده، وهكمل تاني غرزة فشارة 3 حشو لحد ما اوصل لاخر السطر. كده انا خلصت، واخر حاجة كانت معايا غرزة فشارة و3 حشو. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وهشتغل تحت الحلقتين في كل غرزة بتقابلني هشتغل حشو. كده خلصت 26 غرزة حشو، هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وهشتغل في اول غرزة بتقابلني غرزة فشارة. هاخد لفة وادخل تحت الحلقتين واعمل غرزة فشارة. ادي تاني لفة، وادي تالت لفة، واخرج منهم كلهم، وهشتغل 3 حشو. ادي 1، 2، 3، وبعد كده اعمل فشارة. اشتغلت اول غرزة في السطر فشارة 3 حشو فشارة لحد ما اخلص لاخر السطر. خلصت السطر، اخر حاجة كانت معايا غرزة فشارة وغرزة واحدة بس حشو في الاخر خالص. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وهشتغل تحت الحلقتين بغرزة حشو. اول غرزة بتقابلني حشو، واللي بعديها تحت الحلقتين حشو،
السطر ده لما بيكون غرزة الفشارة في الأمام كده بنشتغله كله حشو، لما الشغل بيبقى معانا ظهره بنشتغل غرزة فشارة وتلاتة حشو. كده أنا خلاص خلصت السطر كله، هرتفع سلسلة وهلف الشغل، في سطر بشتغل غرزتين حشو والتالتة فشارة، وفي سطر بشتغل أول غرزة فشارة. أنا السطر اللي فات اشتغلت أول غرزة فشارة، هنا اشتغل اتنين حشو والتالتة فشارة. وبعد كده اشتغل تلاتة حشو. هخلص السطر ده كله، وبعد كده السطر اللي بعده هشتغل غرز حشو بس، وبعد كده ارتفع سلسلة والف الشغل، واول غرزة هشتغلها فشارة. بنشتغل سطر فيه ستة فشارة وسطر فيه سبعة، يعني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، والسطر التاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمام، هكمل كده وارتفع عدد سطور وهرجع اقولكم انا اشتغلت كام سطر. كده انا ارتفعت 18 سطر. العرض بتاعهم 17 سنتي ونص، والطول بتاعهم 14 سنتي. هبدأ احوطها بغرز الحشو، هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل حشو. السطر اللي تحت ده على طول في حلقتين اهو هشتغل حشو. السطر اللي فيه غرزة الفشارة هدخل هنا كده واعمل حشو. سطر حلقتين اهو حشو. السطر اللي فيه غرزة الفشارة هعمل حشو بالشكل ده كده. هكمل لحد ما اوصل هنا لعقدة البداية. وصلت هنا لعقدة البداية هشتغل فيها غرزة حشو، سلسلة، غرزة حشو. هكمل هنا في كل غرزة تحت الحلقتين كده غرزة واحدة بس لحد ما اوصل هنا للكورنر اللي هنا. وصلت هنا لآخر غرزة في السطر هشتغل فيها غرزة حشو، سلسلة حشو. هكمل كده هنا في كل سطر غرزة حشو. كده خلاص انا خلصت القطعة الامام او الخلف، هنشتغل قطعة تاني زيها بالظبط بنفس عدد الغرز بنفس كل حاجة، وهنقسمها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنقسمها لمكان السوستة، عايزة السوستة تبقى اطول من كده يعني علمي من هنا، عايزة السوستة اقصر من هنا، او عايزة السوستة فوق بس عادي علمي من هنا. تمام، احنا خلاص علمنا القطعة دي مظبوطة بالظبط. هتعدي الغرز اللي هنا وهتعدي الغرز اللي هنا. انا عديت هنا معايا 40 غرزة وهنا معايا 54 غرزة. هنا طبعا هتبقى القعدة والجناب، وهنا هيبقى المكان اللي هيتركب فيه السوستة. اشتغلت القطعة دي هتشتغلي 54 غرزة وسلسلة ارتفاع، وهتشتغلي عليهم سطور حشو بالشكل ده كده. انا اشتغلت 54 غرزة وارتفعت 8 سطور حشو، والقطعة اللي فوق دي اشتغلت
40 غرزة، واشتغلت عليها 3 سطور حشو، عملت قطعتين زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هنبتدي بقى نجمع الشنطة. خلاص كده ركبت القطعتين دولت خياطة برضو زي ما ركبت القاعدة بالظبط. هنبدأ نركب سوستة. كده خلاص حبايبي تمام. عايزه تحط لها الاكسسوار ويد وتشيليها كده مفيش مشكله. عايزه تعملي لها الاطار اللي هنعمله مع بعض، هيبقى مديها شكل مميز وشكل احلى. هنجيب خرطوم ميزان ميه، الخرطوم ده هتجيبيه من عند الموان، هو رخيص مش غالي. هتقصي قطعه بحجم الاطار ده. تلاتة وستين سنتي. الإطار ده
اشتغلت عليه 105 سلسلة، وسلسلة ارتفاع، وارتفعت 4 سطور حشو بالشكل ده كده. وهسيب هنا خيط علشان اخيط بيه القطعة دي على الخرطوم. وبكده حبايبي يكون الفيديو خلص معايا. الشنطة اخدت 450 جرام خيط مكرمية ايطان، ينفع تستخدمي فيها اي نوع خيط تاني زي ما قلت في بداية الفيديو.
وبكده حبايبي يكون الفيديو انتهى. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس وسيبي لي كومنت وقولي لي رأيك في الشنطة وبتشاهديني من اي بلد. وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.